فإذا ست صباح عودي لحوارك ولقائك مع المشاهدين ومع السؤال الثاني اللي محضرتي لهم اياه. بدي اسالهم كم مره غنيت ببعلبك مهرجانات بعلبك؟ فاذا كم مره مرت ست صباح بمهرجانات بعلبك؟ والجواب الاول مع المدمازيل فاديا ججوس. رأتي ببعلبك 3 مرات، موسم العز مع الاخوين رحباني، القلعه مع رومي لحوت، دوادي بالهواء مع الاخوين رحباني. 3 مرات فينا نقول ست صباح مريتي ببعلبك ام بعده الجواب غامض؟ ومننتقل للجواب الثاني. ننتقل للثاني. فاذا الجواب الثاني مع رياض العبود. بتصور ست صباح مرقتي 4 مرات، تضلوا بخير وموسم العز والقلعه ودوليب الهواء، وان شاء الله بتمرقي كل يوم. فإذا أنا شايفة المرات عم بيزيدوا، بالأول كانوا 3 مرات وهلأ صاروا 4، هل هني 4؟ مش رح أقول. طيب مثل ما بتريدي ننتقل فإذا للجواب الثالث، والجواب الثالث مع فؤاد مع وفاء أمراض. قريت عنك بمجلة من أسبوعين عن مسرحيات اللي عملتيهم ببعلبك، كان ريبورتاج عن مدينة بعلبك، وبتأكد إنك مرقتي بخمس مرات، موسم العز، دولي بالهواء، سهرة لبنانية، والقلعة، وضلوا بخير. شو بنقول ست صباح؟ شو حقول؟ ما رح تقولي، دايما عم تتمنى عن الجواب. طيب معلش مننتقل للجواب الرابع مع أبلين نجم. ست صباح مرقت ببعلبك ب5 مسرحيات مثل ما بعتقد. في عنا القلعة للأستاذ رومي لحود، في عنا دولي بالهوى للرحيبنة، في عنا موسم العز كمان للرحيبنة، وفي عنا فينيقيا عام 2000 للأستاذ رومي لحود، وفي عنا كمان موال للأستاذ رومي لحود. وأنا بتأكد أنه هودي ال5 مسرحيات يلي مرقت فيهم ببعلبك. حزني بفتكر لازم بعد الأجوبة الخمسة يلي شفناهن لازم يكون فيهم جواب صح. جواب صح بيوفي صباح حق السؤال اللي طرحته. لكن قبل ما ننتقل لنرحب مرة تانية بالصحافة الفنية الموجودة معنا، منذكر بالموجودين انهم اذا بيحبوا يشتركوا بالمسابقة او بالإجابة على الأسئلة اللي طرحتها ست صباح، ما ينسوا يعينوا على الوراق الموجودة بين إيديهم، يعينوا رقم السؤال ورقم الجواب يلي بيعتبروا صحيح، لحتى فيما بعد بنهاية البرنامج نقدر نسحب اسم أو رقم المشترك الرابح معنا. ننتقل بعد مرة للجواب الأخير على السؤال الثاني يلي هو كم مرة مريت ست صباح ببعلبك؟ يا سبوحة حضرت لك مسرحيتين وما عملتي غيرهم، دواليب الهوى وموسم العز، وبدنا إياك ترجع على لبنان وتضوي لبنان وترجع ليالي لبنان وعز لبنان من الاول، ومن غيرك لبنان ما بيسوى شيء. يعني نحن ست صباح منضم صوتنا لصوت مدام داوود اللي شفنا الجواب الاخير. لكن انا عندي سؤال اذا بتسمحي لي، من خلال سؤالك كم مره مريتي بمهرجانات بعلبك بفهم انه كان لمهرجانات بعلبك فيما مضى كان لها اهميه كثير كبيره بالوسط الفني. طبعا اللي بدي اعرفه في حال اقيمت رجعت مهرجانات بعلبك، وطبعا نحن بنتمنى انه ترجع تروق الحاله ويرجع لبنان مثل ما كان، في حال اقيمت مهرجانات بعلبك هل بتشترك الصبوحه بالمهرجانات ام انه قطفت ثماره فيما مضى واكتفت ما عادت تعنيها او ما عادت؟ لا طبعا بشترك اكيد، يعني الا اذا كان في ناس جديرين واحسن منا يشتركوا بهالمهرجان الوطني العالمي العظيم بين هالاثارات العظيمه هيدي، اذا كان في احسن منا طبعا هيدي سعاده إلنا. لا اسمحي لي انا بتصور انه لبنان، لكن طول ما المهرجانات محتاجتنا ولبنان محتاجنا نحن فدا لبنان بكل شيء. ما بفتكر في حدا بيقدر يحل محل الصبوحه. ان شاء الله ويعطي لبنان والفن حقه. ان شاء الله بصير في احسن واحسن، شو بدنا نحن؟ هيدي امنيتنا ان شاء الله. بننتقل للصحافه الفنيه الموجوده معنا، منرحب فيكم من جديد بضيوف السبت، منقول اهلا وسهلا للمدموزيل نيلة طرباي المندوبة او ممثلة مجلة الريفيو دي ليبان. اهلا وسهلا فيك ست نيلة. اهلا وسهلا.
أهلا وسهلا بالمدموزيل كلود جورجيادس، نحن منرحب فيك بضيوف السبت. مدموزيل جورجيادس بتمثل مجلة الماجازين. أهلا وسهلا كمان مرة بالأستاذ ستافرو جبرة، طبعا المدير المسؤول عن مجلة سكوب والممثل لجريدة الريفي. أهلا وسهلا مسيو جبرة. وأهلا وسهلا كمان الكبيري من أولى للأستاذ جان شاهين. الأستاذ جان شاهين طبعا كلنا بنعرف سكرتير التحرير بمجلة الشبكة اللي بتصدر عن دار الصياد. على كل حال مسيو شاهين، أنا بتصور أنه لازم يكون الإنسان فنان لحتى يقدر يعبي مركز من هالنوع، ولحتى يكون له هالدور يلي حضرتك عم تلعبه بالصحافة الفنية، وخصوصا ملكات الجمال، هي أحلى ذوق أكيد. بعد فنانتنا الكبيرة ست صباح، ما بقى في لزوم حدا يحكي بالفن، نحن تلاميذ صغار بمدرستها. لا ولا من أول اسمحي لي، إلا أنه أنا من بيتفائلوا كتير كتير بيطلتها الحلوة، وبعرف أنه طلتها بتوحي لي بالسلام والأمان في لبنان. هلأ ما بقى بدنا نوجه السؤال للسياسيين، بدي وجهه لشمس الشموس، بوجودك أنتي بدها ترجع شمس الأمان على لبنان يا صبوحة. يا رب يا رب، الله يسمع منك يا رب. إذا بدي أسأل سؤال للصبوحة، هو أنه أنت رافقتي كل مواسم العز في لبنان، يعني مواسم الفرح لما كان لبنان بعزه فعلا، غنيتي في بعلبك، غنيتي في بيت الدين، غنيتي بكل مهرجانات لبنان الكبرى، واليوم أنت عم بتغني والوطن جريح، الوطن عم بيعاني أقصى أزمة بحياته. شو مشاعر صباح يلي غنت بأيام العز، وشو مشاعر صباح يلي غنت بالوطن المكسور حاليا؟ طبعا هلأ بغني بحماس أكتر، وبغني بقلب أكتر، وبعطيهم مثلا بدل زمان ما كنت غني ساعة أو ساعة ونص، هلأ بغني ثلاث ساعات. وبجرب أني طبعا غني عن الوطن أكتر وأكتر، لأنه حاسة أنه الناس يعني محتاجين فنان بحبه، محتاجين الأصالة بالفن، محتاجين بسمة، محتاجين شوية سعادة، وأنا مثلهم، أنا محتاجة محبتهم كمان، يعني شيء متبادل، لأنه وطننا جريح وكلنا يعني الحقيقة بتعرف نفسيتنا مش مرتاحة مثل ما قلت بالأول، بس عايشين على أمل إنه ممكن يرجع بلدنا. وطبعاً اللبناني بصراحة ما بيتعوض، يعني وين ما كان مشرف، وبنتأمل يرجع بلدنا يا رب بهمة ألمكم كمان. تسلمي صبوحة. بدي أسأل سؤال تاني، إنه حضرتي غنيتي في كل أنحاء العالم، يا ترى الجمهور بالعالم بيتجاوب معك مثل ما بيتجاوب بلبنان؟ اللبنانية طبعا إلي معزة خاصة عندهم، ما في شك، يعني مثلا مثلا بوادي شحرور عاملين لي شارع باسمي، أكيد بلدي، يعني مثل كأني أنا ربياني بكل بيت فيه، حبهم إلي مثل الأهل أكثر. لكن الفنان وين ما بيروح بيتدلل والناس بتحبه، وما بحس بالغربة لأن كل الناس بتحبه، القريب والبعيد بحبه. صبوحة، منعرف بالفن ما في وراثي، يعني ما في خليفة فلان. الله يطول عمرك وتضلي ست العطاء بهالوطن، لأنه نحن منعرف فنك وفن زملائك الكبار شو بيعمل فينا كمواطنين. نتمنى تعيشي العمر الطويل إن شاء الله. وبدي أسأل صباح، مين بتطلع، مش خليفة صباح لأنه ما في خليفة لحدا، مين بتطلع نجمي للمستقبل؟ الحقيقة بهالمستقبل، يعني بهالوقت هيدا، أنا بقول هيدا عصر المشي مسميته هيك، يعني هالأصلين تبعوا زمانها وما بيتعوض. جديد أنا بكل أسف بعد ما سمعت حدا، لأن ما صار لي وقت، جيت ومن عم بغني من بلد لبلد، يعني عم بتنقل كتير. لكن طبعا مثل دايما في عطاءات حلوة، في مواهب، وبتأمل إنه يطلع مواهب جديدة، لأنه مثلا أنا أو أستاذ وديع أو ست فيروز الله يعطيهم العمر، أو هالناس المشهورين، إيش بعد بدنا نغني يعني. فأملنا، أو أنا بالذات لأن أنا ست قلبي طيب وبحب الناجحين، بتمنى إنه يطلع يعني وجوه جديدة تبيض الوجه. بتفكري صبوحة إنه الحرب هي الأثر أم شو، أو في فقر دم بالمواهب؟ لا، في فقر دم وين ما كان بكل شيء،
مش بس بالموهبة. طيب نجمة جديدة بدها تتعهدها صباح، ايه؟ شو بتعطيها نصائح تتبعها؟ اولا نحن بنعرف انه الشكل بيساعد بالاضافة للموهبة، اذا كانت فعلا موفقة بالموهبة وبالشكل، شو المثيلة او الدرس او النصيحة يلي ممكن تعطيها اياها ست صباح لهالفنانة الجديدة؟ بعطيها درس انه تتخطى كل الصعاب اللي هي بتشوفها بالايمان، وتعرف كيف تعامل الناس بالذوق، وطبعا اهم شيء الاداء من الذكاء واللبس من الذكاء ومعاملة الناس. اذا الواحد ذكي بيعمل كل شيء. هلا انا اذا بدي غني غنية حلوة لازم يكون ذكائي منيح لاعرف كيف غنيها. فاذا عندها ذكاء وعندها موهبة بنصحها انها دائما تجدد وتتخطى اي صعاب يعني بتشوفه او هيك. وعلى كل حال يعني الواحد ما بيقدر يمشي وقته بدون مصاعب او بدون مشاكل، وهيدا هالشيء بده يعني الفنان يكون بعشر شخصيات مش شخصيه واحده. صبوحه عشتي امجاد كثيره ان كان بفنك او بحياتك، بالحب بالبنين كل الامجاد طالتها اليكي. بعد في شي حلم بتحلم فيه صباح وما حققته؟ الحقيقه انا بحلم انه وصل الاغنيه اللبنانيه او العربيه تصير عالميه ان شاء الله، هاي امنيتي انا. نحن تلاميذ معلم علمنا شغله انه الانسان حر يختير ساعة اللي بده. الله يرحمه سعيد فريحه. وانت بعد برحلك تغني كثير ان شاء الله، امتين عاملي برنامج تضلي تعطينا ونحن بحاجه كثير لعطائك؟ وشو بيعني لك العمر؟ العمر ما بيعني لي شيء، لأن الفنان ما بحس بالعمر، وكل سن له جماله. وبما أنه بعدني لحديت هلأ الحمد لله يعني حفلاتي بعدها، لما بيعلن عن حفلة مليانة ناس والجمهور بعده بيدللني وبيحبني، وصوتي بعد بقدر يعني ما تغير الحمد لله، وشكلا بعدني مقبولة وهي، فرح ضل أعطي هذا الشيء هذا بالدم. لكن لما يوما ما الجمهور بيتخلى عني أو فني بيتخلى عني، قدرت ربي عائلة من إخواتي ومن أولادي ومن أولادي من ابني ومن بنتي، قدرت ربي عائلة تضل حوالي، وما بفتكر إنه بينقصني شيء إذا أنا تركته قعدت بيناتهم. وعلى كل حال أي فنان ترك دليل، ليلى مراد، تحية كاريوكا، سامية جمال، هالفنانين بس يدخلوا هلأ على الجمهور رغم إنه مثلا تركوا ومش عم بيعطوا فن، بتلاقي الجمهور عم بيحبهم ويقدرهم أكثر من زمان. شخصيا بلاحظ انه بينك وبين الجمهور في سر يا صبوحه، وانا هالشيء لمسته مع المرحوم فريد الاطرش الله يطول عمرك، انه دائما لما يشعر الجمهور بحبه كان يتخطى كل ذاته ويرجع يعطي بانطلاقه اكثر. وانا كنت من السعداء يلي سمعوك بالكلاس، هي اول حفله بعد هالغيبه عن لبنان. شو السر بينك وبين الجمهور؟ في سر فعلا بينك وبين الجمهور؟ ايه 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 انا مش عارف يعني، يمكن لان انا بحبهم الجمهور بحس اكيد، وين ما رحت يعني بيعملوا اشياء انا بقدرها كثير، بفتكر بحسوا اني انا ست اولا طيبه وست ما بحقد، بحب كل الناس وبيعرفوا قديش انا بحبهم وقديش قريبه لإلهم. يعني انا قريبه كثير من الجمهور، الجمهور بصفي صديقي. يعني هلا الي مثلا لما بروح حفلات في جمهور كل ليله لازم يحضرني، ما بيتخلى عني ابدا وين ما رحت. رح اترك الدور لزملائي، والي امنيه وحده انه تضل صباح شمس الشموس وتضل تعطينا دائما. على كل حال استاذ شاهين، امنيتنا منضمها لامنيتك، وبفتكر هيدي امنيه كل لبناني، لانه صباح بالقلب ورح تبقى دائما بالقلب. والكلمه للمدموزيل نايلة طربي. اولا ست صباح بحب اوضح انه منك مقبوله، بعدك حلوه وهذا الشيء كثير مهم. بس بدي اعرف اول شيء اذا الفنان عنده هويه، وليش انتم الفنانين ما بتلعبوا دور؟ يعني اليوم نترك رجال السياسه على جنب، بتروحي انت بتغني بكل المناطق اللبنانيه وبتحملي السلام، ويمكن هيك بنقدر نوصل لحل. انا هيك عم بعمل. صار بيتي الطياره مثل ما قلت، على طول سفر وبغني باسم بلدي، وهلا هون جيت عملت جوله بكل المناطق. وفي مطارح طبعا لانه اللبنانيين بقى لهم زمان ما سمعوني، زحله، شتوره، طرابلس، عملوا عمايل مهما اوصف لك بالكلاس طبعا تحصيل حاصل يعني عملوا لي كثير. مثلا وقفت ثلاث ساعات غني، ما بدهم يتركوني انزل على المسرح،
وطبعا هاي رسالتي انه لانه اول شيء انا يمكن انا ما بحب وطني، يمكن في شويه ناس بتضايقوا مني، وبعلم الناس الوطنيه كمان. اذا واحد مش وطني ما بحب اعرفه يعني، او صديق او صديقه او اي حد لازم يتعلم الوطنيه وبعدين يبقى صديقي. ست صباح، قبل ما تصيري نجمه وفنانه كثير معروفه كان عندك حلم اكيد، وكان عندك شخص بتحبي تتمثلي فيه، مين هو هالشخص؟ وهلا تغير شيء؟ طبعا كان عندي اصدقاء كثير شجعوني كثير اني انا، كانت امي الله يرحمها، امي كانت ست عظيمه جدا وكانت كثير متفهمه شغلي، وكانت هي من نفسها تجيب لي ملحنين وتجيب لي الصحفيين لحتى يكتبوا عني، وساعدتني كثير الحقيقه. يعني فينا نعرف اليوم ابنك شو عم بيعمل؟ وبتحبي شيء انه يكون فنان؟ ابني دكتور امراض نفسيه بكاليفورنيا، ومجوز زينه شماس قريبته يعني، وست عظيمه كثير، وعنده صبي وبنت، وبنته شقره وفيها كثير مني شبهي، وبموت فيهم بعبادهم، وبتمنى كل ام يكون عندها شاب مثل ابني. حكيت عن النفسية وبعتقد انه هيدا الشيء كثير مهم. قلت انك مرقت بفترات صعبة وكان عندك مشاكل، بس رغم كل هيدا كان عندك البسمة على وجهك. بدك تقولي لنا اليوم رغم 12 سنة حرب، كيف بعدك ممكن انك تكون عندك البسمة على وجهك رغم المشاكل عم بتعانيها، ورغم المشاكل عم بيعانيها بلدك كمان؟ هو انا هي طبيعتي، يعني مشاكلي كلها بعملها بالبسمة. يمكن أوقات من جوا بتلاقيني مثلا يمكن كتير تعبانة من جوا نفسيا أو أي شيء، بس بتلاقيني كمان عم بضحك. إذا صار لي مشكل كمان أو مشكل لأهلي بياخدوا بضحك، بياخدوا بوالدني، بياخدوا، بس لما بقعد بيني وبين نفسي ببقى تعبانة وبصلي. أوقات لما بصلي كمان يمكن ببكي شوي أنا عم صلي، بس بعد ما صلي برتاح كتير كتير نفسيا يعني. بس كل مشاكلي مهما كان المشكل ما بخلي حدا يحس اني انا تعبانه، بضل بضحك. ننتقل بفتكر من مدموزيل طربي عندك بعد خلص. ننتقل فاذا لمدموزيل جورجيادس، تفضلي. ست صباح، طرح عليك زميلي مستر شاهين سؤال عن الجيل الجديد. انا بحب شدد واعرف مزبوط، يمكن ما عندك الوقت الكافي تطلع على هالجيل، بس قد ما كان ما في حدا لفت لك نظرك بين كل هالفنانين الجديد اللي عم يطلعوا؟ الحقيقه حقيقي يعني لقلك بكل اسف ما سمعت حدا منهم، اذا كان يعني استثناء مجد الرومي بحس انه صوته كثير حلو، اذا كان انعطاها مجال يكون كويس يعني على المسرح، هذه الوحيده اللي انا يعني معجبه فيها واللي سمعتها مزبوط. بس بسمع كثير وبقرا كثير عن فنانين طلعوا وبيقولوا انهم كثير منيح، وطبعا بتمنى لهم انهم يتوفقوا ان شاء الله. ست صباح، بالعاده كل فنان كبير، مش بالعاده، اوقات بيتبنى فنان جديد، بياخذوا اوقات معه على المسرح، بيعلموا، بيشجعوا، بيعلموا يغني، هل تبنيتي حدا انت؟ انا شجعت كثير ملحنين طلعوا جداد ونجحوا كثير ببلدنا، يعني ما ضروري سمي خياطين، حلاقين للشعر، كثير يعني بحب انا لما واحد يكون عنده موهبه كثير ساعده، وهالشيء هيدا بيكون بالدم يعني. مهما اخذ التقليد مثلا، لو جبت معي فنان وقلدني الناس ما رح تقبله، التقليد مش كويس. فالفنان طبعا لازم يعمل لون خاص لنفسه، واكيد انا بوجه الفنان مثل ما بنتي صار لسنين بوجهها ومش مقتنعه، هلا بالاخر انا قدرت اقنعها انها تعمل استعراض غنائي، صار له شهرين هلا ناجح ومكسر الدنيا بمصر. عسيرة بنتك هويدا عم بيقولوا خبرونا انه عم بتدرب عليكي، مزبوط او غلط؟ يا ريت، بتمنى. انا بتمنى، واحد بتمنى انه هويدا اولاده يكونوا احسن منه طبعا. واخر سؤال، يمكن سؤال شوي بسيط بس بنحب نعرف، شو مشاريعك المستقبليه بلبنان هون؟ بلبنان الحقيقة عم بيحكوا معي لمسرحية بالكازينو هون، إن شاء الله إن الأحوال بتكون منيحة وبنعملها. هذه المشاريع المستقبلية لحد هلأ، ويمكن أعمل مسلسل للتلفزيون. شكرا ست صباح. أهلا وسهلا فيك. نترك الكلمة للأستاذ ستافرو جبرة.
سبوحة بدي أسر عليك سؤال. أنت في سرك حوالي نص قرن بالفن وبالطرب وبالغنى، شو الفرق بين الشحرورة جنات والسبوحة صباح بال 86 هلا؟ بالأول كان عندي براءة، وطبعا الفنان بيطلع شوي شوي يعني، وما كان عندي عمق باللي أنا عم بقوله، وما كنت أفهمه كتير. أنا ضليت مطربة 15 سنة غني لحد ما صرت مطربة مزبوط. ابتديت كون مطربة من غنية مال الهوى ياما مال تلحين كمال الطويل. من وقت أنا ابتديت بعد ما جهدت 15 سنة، صحيح الناس قبلتني والناس حبتني وكل شيء، بس أنا ما كنت مآمن بنفسي إلا بعد 15 سنة ما غنيت. سبوحة، سؤال نتفي أوريجينال بصفة رسام كاريكاتور، بدي أطرح عليك سؤال. سبوحة كيف بتشوف حالها كاريكاتوريا غير اللي بنشوفه نحن؟ بالنسبة للفن، بالنسبة للغنى، بالنسبة للشكل. بتشوفني جبلية عم بقطف كبوش التوت. حلو كتير. وهيش لي بالحرش. سبوحة. بحب هيك صحيح. هلا اوقات بطلع الضيعة بقعد قدام الفرن بيعملوا لي مناقيش وقصص هيك، بقعد بحب همشر بالضيعة. هلا في منافسة بينك وبين اليزابيث تايلور بالنسبة لعدد الأزواج عندكم، هي صارت مجوزة 9 مرات، هل عتكسر الريكور حضرتك أو بعد؟ قدي صاروا؟ هلأ أني ما عدت أنا بسن أني الحقيقة أتجوز، هلأ عايشة لجمهوري ولولادي، وأنا عايشة سني يعني مش مطيورة، مش مثل أي ست مثلا، لا عايشة سني كتير منيح. طبعا أنا بحس أنه هالست ما قدرت تعيش مع أزواجها إليزابيث لأنها كتير طيبة ولأنها كتير دغري. يعني أنا مثلاً كان ممكن يكون مش دغري وضل مع إنسان واحد، بس دغري لدرجة إني ما بقدر إلا ما أكون ماشي صح ببيتي أو بحياتي. أنا طبعاً ما بقدر إلا تفاصيل حياتي لتركت، يعني شفت مقاسي كتير جرحتني وضايقتني. طبعاً أنتوا ما بتشوفوا إلا الظاهر المنيح بحياتي. كنا نسمع سبوحة إنه بس كنت تاخذي دور بالسينما، بحياتك ما كنت تاخذي دور كنت تبكي فيه، ما كنت تقبليه؟ ما كنت اقبل. ايه مزبوط او لا؟ ايه ما بيلبق لي، بصير بشعة كثير انا عم ببكي، ما بعرف ليه. بس هيدا السبب؟ يعني ما بيلبق لي، برحلة الاشياء الحساسة الناعمة بس هيك مثلا صرخ وابكي وهذه ما بقدر اعمله. ما بتقبلي؟ ايه. طيب ست صباح متشكري كثير، خلينا هيك. اهلا وسهلا فيك. ضليك شمس مثل ما قال زميلنا استاذ بوجودكم انتم، لانه انتم بألمكم وصلتونا، نحن بلاكم شو بنسوى. نشكر فإذن الصحافة الفنية اللي شرفونا الليلة وشاركونا بضيوف السبت. لكن ست صباح إذا بتسمحي لي بسؤال، وطبعا بطلب الإذن من الأساتذة الموجودين معنا، فينا نقول إنه الصحافة قدرت تعطي صباح حقها خصوصا ببداية انطلاقاتها الفنية، أم إنه بأكثر الأوقات كانت تضيقها بالتطرق لخصوصياتها ولأمورها الشخصية؟ هو الحقيقة كتبوا عني أكثر ما أنا بستاهل، والألم اللي أنا بهمني يعني كتب عني ومجدني. لكن بكل بلد وبكل مطرح بتلاقي بهمك ناس يكتبوا عنك منيح، واللي بيكتب عنك مش منيح بيكون ما بهمك. عرفت كيف؟ يعني ألم وما ما بهمني كتير، لأن أنا شفت واحد كان تطرق كتير لإلي زمان هيك، شفته قلت له يا ريتك بتحبني بألمك قد ما بتحبني بقلبك. فابتدى من هالكلمة هاي يحبني بقلبه وألمه. يعني على كل حال مثل ما سبق، واللي بيكتبوا عني مثلا أوقات مش منيح بيكونوا يمكن مش فاهمين شخصيتي، بيفتكروني ست حقودي خطيرة مثلا، لا ما بيعرفوني بعدني جبلية طيبة بحب كل الناس. حتى اللي بيكتبوا عني مش منيح بعطيهم عذرهم، بقول يمكن معذورين مش فاهميني. على كل حال الصدق بعملية أو بوظيفة أو برسالة الصحفي ما بدي سميها غير شيء، أمر مهم وضروري طبعاً. جدا طبعا في شك. ضروري، لأن هو وجهة البلد يعني. أكيد. رجعنا ببداية لقائنا شوي لورا وحكينا عن عليلك يا عليلك، هي اللي كانت مرحلة فينا نسميها توقفت عندها صباح وكانت تحبها. إذا كفينا هالمشوار، شو هي الأغنية الثانية اللي حبتها صباح ويلي نوعا ما شكلت محطة بقلبها؟ بتعرفي إنه طبعا الإنسان مش لازم يكون مغرور، يكون عنده ثقة بنفسه. أنا عندي ثقة بنفسي وبقول
انه في اغاني كثير شعبيه طلعت وماتت. انا الي كثير اغاني شعبيه بعد عايشه لهلا. موسم العز الحقيقه تلحين رحبانيه، ما اغاني ما بتموت لحديت هلا. الي اغاني كثير شعبيه ما ماتت ابدا ابدا معي، مثلا بليغ حمدي يانا يانا لحد هلا بطلع على المسرح بيطلبوا الغنيه، زي العسل لإله كمان، حسونا، اغاني فيليمون، اغاني كل هالناس اللي انا غنيت لهم لحد هلا. يا دلع دلع انا بموت اللي عمل لي استاذ فريد الاطرش وتاليف توفيق بركات، انا بموت والغنيه هاي ما بتموت. يعني على فكره غنيه يانا يانا بيقولوا بالامثال الشعبيه بيقولوا انه نفس العاشق بتدوب بالمعشوق، فلأي مدى يانا يانا في حبيبي أموت أنا بتجسد هالقول؟ وشو المناسبة تبع هالأغنية؟ هل كان إلها مناسبة؟ هي المناسبة أنا غنيتها لرشدي أباظة بفيلم إنتاج رشدي أباظة، غنيتها هي زي العسل. طبعا الإنسان ما بيغني لنفسه، بيغني للجمهور اللي بده يسمعه، وكل جمهور له مشكلة عاطفية أو اجتماعية أو أي شيء بتوصل لقلبه. بس تتغنيها صباح ويكون إلها محطة بحياتها ومحطة بالنسبة للجمهور، الجمهور بفتكر حب كتير غنية يانا يانا. حب تحتالي حبها وتتحبها صباح، ما فينا نقول انه فيها شوي من الصدق وفيها بمرحلة زمنية معينة تعبير عن نفسية صباح. ما هو الفنان ما بيقدر يغني شيء الا ما يحس انه هالشيء صادق فيها. لو بتشنقيني تقولي لي مثلا غني الغنية الفلانية وانا مش حاسة فيها ما بقولها، لو بده يدفعوا لي مليون عليها اللي بيعتذر ما بيقدر. في اغاني بتدخل قلبي وبكون انا فيها صباح بغنيها بقلبه وببقى مبسوطه فيها كثير، بس مش معناتها انا بحب غنيه بس. الفنان مثلا في فنانين بيقول لك ايه بنحبهم مثل اولادنا ما ادري شو، لا انا بحب اخر غنيه دايما بغنيها. يعني يانا يانا يعني هلا انا عامله غنيه مثلا اسمها عاشقه انا عاشقه وطني الغالي عاشقه ومخطوبي لطرابه ولغصونه وحرابه وفايقه لما رباني عالمحبه فايقه انا عاشقه. سلمتني. Thank you.
حبايبك يا حبيبي.